يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية. وفيما يلي بيان درجات الحرارة المتوقعة غدا على معظم محافظات ومدن القاهرة، والبداية دائما من القاهرة العظمى 39، الصغرى 27، إسكندرية 33، 24، مطروح 31، 23، بورسعيد 33، 25، الإسماعيلية 40، 25، وجوها حار. بالنسبة للسويس 39، 24، العريش 35، 22، طابة 38، 26، شرم الشيخ 43، 32، الغردقة 41، 31، وجوها شديد الحرارة. بالنسبة لأسوان الأقصر 44، 30، أسوان 45، 31، الوادي الجديد 44، 27، شلاتين 42، 30، حلايب 39، 31، وجوها حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من عواصم المدن العربية والعالمية.